Sí. مشاهدين التشبيه قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر من مدينة الدار البيضاء. كيف كتشاهدوا معنا أثناء لحظة العثور على جثة ديال واحد المسن اللي كيبلغ من العمر حوالي 60 سنة، جثة هامدة داخل المنزل ديالو. كيف كتشوفوا في هذا الأثناء حضور سيارة ديال المركز الوطني للطب الشرعي من أجل نقل الجثمان إلى المركز الوطني للطب الشرعي بمنطقة الرحمة. أكيد غادي يتم فتح تحقيق معمق هذا الوفاة، هل هي جريمة قتل أو وفاة، أم هي وفاة حد؟ هذا المسن اللي كيقطن في هذا المنزل أو في هذه العمارة هنا بمنطقة عين السبع الحي المحمد. ثم مباشرة المشاهدين الكرام على قناتكم شوف تيفي من منطقة عين السبع الحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء، حضور عناصر الوقاية المدنية و سيارة المركز الوطني للطب الشرعي من أجل نقل جثمان هذا الشخص اللي تم العثور عليه جثة هامدة داخل المنزل ديالو إلى المركز الوطني للطب الشرعي بمنطقة الرحمة. أكيد غادي يتم فتح تحقيق معمق من أجل الوصول إلى كل حيثيات وتفاصيل هذه الوفاة. لكن اللي علمت قناة شوف تيفي أن هذا المسن كيقطن لوحده داخل هذا المنزل، مسن كيبلغ من العمر متقاعد، كيبلغ من العمر أكثر من 60 سنة. في هذا الأثناء غادي يتم إخراج ديالو من المنزل ديالو ونقله إلى مستودع الأموات. الله يرحمه، الله يصبر العائلة ديالو، الله يصبر الأهل والأحباب والناس اللي كيعرفوه. رشيد رجاوي، لا خويا قلت جثة هامدة، أنا خويا قريت شويه العربيه، جثة هامدة ماشي ماهدة، جابلك الله سمعتيها ماشي هاديك، جثة هامدة. بهذه المناسبة كنوجه تحية كبيرة لكل الأساتذة اللي قراونا وكل المعلمين على رأسهم الأستاذ بوقسيم بمنطقة الفداء درب السلطان، اللي على يدو حبيت اللغة العربية. واللي كنظن واش خرج تقاعد ولا باقي، انما اخر مره التقيت به كان مفتش ديال اللغه العربيه في منطقه الحي الحسني عين السبع. شكرا سي احمد، ولا ما عرفتش الرجاوي، المهم راني قلت جثة هامده ماشي ماهده للتصحيح.
اذا في هذه الاثناء كيف كتشوفوا الكل هنا كينتظر لحظه اخراج هذا الجوتة ديال هذا المسن اللي تم العثور عليه داخل المنزل ديالو بعد ما بلغوا الساكنه بلغات على واحد الرائحه كريهه تنبعث من داخل المنزل ديالو اللي كيتواجد بهاد العماره بمنطقه عين السبع الحي المحمدي. إذا كل هنا كينتظر لحظة إخراج هذا الجثة ديال هذا الشخص اللي تم العثور عليه، جثة هامدة داخل المنزل ديالو المتواجد بمنطقة عين السبع الحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء. وكيف كتابعوا معنا مشاهدينا الكرام تواجد ديال رجال الوقايه المدنيه اللي قاموا بالتدخل الاولي والفوري من اجل الوصول الى ومعرفه هل بالفعل هناك جثة ام لا. اكيد بعد ذلك كتنطلق الابحاث كتكلف بها العناصر ديال الشرطة القضائية. وفي هذه الأثناء كيف كتشوفوا حضور سيارة نقل الأموات التابعة للمركز الوطني للطب الشرعي برحمة من أجل نقل جثة هذا الشخص الله يرحمه إلى المركز الوطني للطب الشرعي، أكيد من أجل إجراء جثة إجراء تشريح طبي على الجثة ديال هذا المتوفى لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة موازاة مع البحث القضائي اللي غادي يتم الفتح ديالو من طرف عناصر الشرطة القضائية بمنطقة عين السبع الحي المحمدي. كتشوفوا رائحة ما غاديش تشوفوها ولكن هي رائحة كريهة تفوح هنا في منطقة هذا مكان هذا العثور على الجثة. وحسب المعطيات الأولية اللي توصلت بها قناة شوف تيفي فهذا الشخص أكثر من 9 أيام أو حوالي 10 أيام اللي ما بقاش كيبان، يعني ما بقاوش كيشوفوه الساكنة حتى شموا هذه الرائحة الكريهة المنبعثة من منزل ديالو واتصلوا برجال الوقاية المدنية اللي حضروا على عجل وقاموا بفتح المنزل. وبعد ذلك كيف كتشوفوا توالت الأحداث وتدخلت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة عين السبع الحي المحمدي وسيارة المركز الوطني للطب الشرعي. إذن شكرا مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، نلتقي في مباشر آخر، بقوا معنا.